الطيب عبد الله من مواليد مدينة شندي عام 1941 شمال الخرطوم، وهو مطرب وشاعر وملحن سوداني مشهور ذاع صيته وبزغ نجمه عاليا منذ بداياته الأولى في الستينيات. اشتهر بعذوبة صوته الذي يحمل الطابع الحزين بجانب تمكنه من امتلاك القرار والجواب في الأداء الغنائي وانتقاء الكلمات الرقيقة البالغة الحساسية. وأجمع الكثيرون من معجبيه بأنه فنان استماع بالدرجة الأولى. إحساس يا راقي كلك إحساس خوفي عليك من عين. نشأ وترعرع في مدينة شندي، تخرج من معهد التربية بشندي ليمارس مهنة التدريس، وكان ذلك في أواخر الخمسينيات. وكان له اهتمام بالأدب والتراث العربي القديم، وقد حفظ منه الكثير، وكانت موهبته الواعدة في الغناء قد بدأت تتصاعد بشكل ملحوظ، حيث كان قد أتقن حينها العزف على العود، وجذب بصوته الرائع إعجاب الكثير من الناس في مدينة شندي. وكان أهم ما تميز به هو وضوح مخارج الحروف العربية والنطق السليم لها. شارك للمرة الأولى بوصلة غنائية في حفل بمسرح السينما بمدينة شندي في أوائل الستينيات، حيث كان حضوراً لجنة الأصوات بالإذاعة السودانية، وأبدوا إعجابهم الشديد به ودعوه للحضور إلى الخرطوم. وتفاجأ الطيب عبد الله عند ذهابه للاستوديو لأول مرة من أعضاء اللجنة بأنه قد تم اعتماده كفنان من الدرجة الأولى مسبقا، وأنه مطلوب منه أن يبدأ فورا بتسجيل أول أغنياته، وهي أغنية أماني من كلماته وألحانه التي وجدت قبولا فاق كل التوقعات، وأصبحت تذاع عدة مرات في اليوم الواحد. وبعدها استمر الطيب عبد الله في تقديم روائعه الفنية الخالدة للجمهور، وقدم للشاعر الطيب محمد سعيد العباسي يا فتاتي. يا راقي كلك إحساس، يا راقي كلك إحساس. بقي الفنان الطيب عبد الله خارج السودان لفترة طويلة في المملكة العربية السعودية بجدة، تجاوزت 3 عقود وعاد أخيرا لأرض الوطن. ومن أجمل أغنياته السنين، وهي من كلماته وألحانه، وأغنية طريق الشوق التي أهداها للفنان عبد العزيز المبارك، وتمد اليد ونتسالم للشاعر تجسر عباس، وأرض الحبيب للشاعر المرحوم مبارك المغربي، وليلى الفرح للشاعر دكتور محمد عبد الله سليمان، ويخلق من الشبه 40 للشاعر عز الدين هلالي، ومسكين المحبة للشاعر الصادق الياس، وفي ليالي الغربة بسهر للشاعر الأستاذ هاشم صديق، والأبيض ضميرك للشاعر إسماعيل الحلنجي، ولمصيرك تنجرح للشاعر محمد الجندي. يا راقي كلك إحساس خوفي عليك من عين الناس.